عندنا احنا قاطره اقتصاديه فينا، لقينا حابسين مده ديال سنه ونصف حتى شهر 6 في 2020. كاين واحد النقاش على هذا الباس سانيتير على جواز الكسب دار اجتماع مدينه الدار البيضاء مع الاتحاد العام للمقاولات والمهن برئاسه مولاي احمد فيلال. خرجنا بمجموعه ديال المعطيات، خرجنا بمجموعه ديال المسائل من بينها مراسلات، مراسله الوزير الداخليه ووزير الصحه ووزير يعني الوزاره الوصيه القطاعيه اللي هي وزاره التجاره والخدمات. دونك في هذه المراسلات كنطالبوا استفسار بسيط اللي هو علاش القطاع الوحيد اللي بقى ما حلش في المغرب اللي هو هذا القطاع، قاعات كلهم مسدودين تقريبا جل او البعض من الكل مسدود، شي خدام شي ما خدامش، كتلقى عماله خدامه عماله ما خداماش، وفي نفس العماله كتلقى حي خدام وحي ما خدامش. عندنا مجموعه التراسل، يا اما نخدموا كاملين ولا نحبسوا كاملين. دونك في هذه الحاله راه هذوك اللي ما خدموش عامين هذه راه عندهم اضرار ماديه كبيره مع القروض اللي خداهم من الابناك، عندهم يعني اضرار ديال الكرائيه، السومه الكرائيه اللي كاين اللي كاري قاع ب 4 مليون 3 5 مليون باش كاريها، ما لقاش باش يخلص مده سنتين. دابا تفاجئنا في يعني في العيد الكبير انهم قرروا ان استئناف العمل من بعد داز 20 يوم ولا بعد شهر، قال لك لا يحبسوا القاعات، يحبسوا الناس، خداو عراب، الناس خداو ماتيريال، الناس صبغوا القاعات ديالهم، داروا اصلاحات، داروا مجموعه ديال الاشياء، وفي التالي كتقول له سد راه ما لقاش باش يرجع العربون. دابا حاليا كاين مشكل ما بين الزبون وما بين رب القاعه، ما بين الزبون وما بين النقافه، ما بين الزبون وما بين الموسيقي، لان هذاك الزبون مشى عطى العربون لهاد الناس اللي هما مهنيين على اساس يكون عنده نشاط في شهر 7 ولا شهر 8. فجاه كيتفاجئوا هاد الناس ان ما معنيش يعني ما معنيش باستئناف العمل كباقي الانشطه الاخرى. وحنا مع الدوله ومع السلطات ومع منظمه الصحه ومع الاخوان ومع الجميع اللي كيقول راه هذه خدامه للبلاد وهذه ما خدامهاش للبلاد، مي الى خدامه المسابح وخدامه المسارح وخدامين الطوبيسات والطاكسيات والمقاهي والمطاعم، راه حنا كنتمنوا اننا نكونوا من بين هاد الناس كطبقه شغيره في المغرب اللي عندها دور اقتصادي في المداخل ديال المغرب. من خلال هذه الندوه الصحفيه ومن خلال الجلوس مع السيد الرئيس ديال الاتحاد العام للمقاولات باش نحاولوا نلقاو شي حل، نخرجوا واحد الصيغه، واحد البلاغ ومراسلات ايضا للوزارات المعنيه على هذا القطاع، حيث ان هذا القطاع اليوم ولينا كنشوفوا كيعيش واحد الوضع، وضع مزري للغايه، لا سيما البلاغ الاخير اللي خرجت به الحكومه ديال 1 اكتوبر. بصراحه البلاغ كان ما واضحش، البلاغ كان فيه بزاف ديال القلقان. اليوم كان يعني في البلاغ كنهضروا على التجمعات والانشطه، دونك ملي كنقولوا انشطه راه الاعراس جزء من الانشطه، يعني حتى حنا خصنا نصنفوا العمل. عاود مشكل اخر اللي كاين هو ان بعض الجهات او بعض العمالات اجتهدات في هذاك البلاغ وسمحت للاخوان ديال اربع القاعات باش يشتغلوا، وبعض الجهات باقي لحد الان متوقفين. فاللي كنقول انا سنتين كفى، سنتين من التوقف ديال هذا القطاع، سنتين من تراكم الديون، سنتين من اداء السومه الكرائيه، من الضرائب اللي لحد الان كتجينا، لحد الان كتجينا. انا ما فهمتش ان واحد الشركه متوقفه على العمل بقرار حكومي ديال سنتين وكتجي الضرائب. اذا هذا سؤال خصنا ليه جواب، سواء عن طريق مديريه الضرائب او سواء عن الحكومه. دونك حنا اللي كنطالبوا، اولا كنطالبوا باستئناف العمل مباشر، لان الحمد لله الوضعيه الوبائيه في المغرب فهي الوضعيه ولات جد متحسنه والحمد لله، هذا بفضل صاحب الجلاله الملك الحسن الملك محمد السادس رسول الله، اللي بكل صراحه اعطى واحد الاولويه لصحه المواطن قبل الاقتصاد. كما كتعرفوا الجائحه كانت التاثير ديالها على القطاع ديالنا تاثير كبير وكبير بزاف، والقطاع ديالنا كيشغل واحد الشريحه كبيره جنبا لجنب مع قطاع تمويل الحفلات، ناهيك عن القطاعات اللي هي معروفه عند الجميع انك تشتغل جنبا لجنب مع قطاع تمويل الحفلات. في بدايه الجائحه ناضلنا وقفنا هضرنا ناقشنا راسلنا جميع الجهات، لا الحكوميه ولا جميع الجهات ولا غير الحكوميه، ولكن للاسف الشديد كلها كانت موعود لا من وزراء ولا من رئيس الحكومه، كلها كانت وعود فاشله، وعود كاذبه، ما وصلنا لوالو في الاخير.
رغم التاثير ديال الجائحه ورغم التاثير ديال القطاع التاثير اللي وصل ليه القطاع. كتعرف ان كما كتعرفوا ان المقاولات الصغرى عندنا كاين مقاولات صغرى ومقاولات متوسطه، والمقاولات الصغرى والمتوسطه تضرات بشكل كبير. نقدر نقول لك الالاف ديال المقاولات اللي اعلنت الافلاس ديالها والالاف ديال المقاولات على حافه الافلاس. احنا جددنا اللقاء ديالنا لان الحكومه السابقه كلها كانت كلها وعود فاشله، فهاد الحكومه هذه كنترجوا فيها الله انها دير بعين الاعتبار ان هذا القطاع هذا راه شريك اقتصادي قوي وكبير وكيخدم واحد الشريحه كبيره، ديروا بعين الاعتبار ان هذه الشريحه خصها ترجع تشتغل، ترجع تخدم، ترجع الناس ديالها، لان كانوا داروا واحد البادره انهم خلصوا الناس ديال اللي مسجلين في لاسينيسيس عطاوهم واحد 2000 درهم وحبسوها. دابا ماشي هذا هو الحل، الحل هو ان المقاولات ترجع تشتغل. والنقطه الثانيه هي الابناك، الابناك تعامل مع هذه المقاولات لان هذه المقاولات اصلا مضرورين، تعامل معهم بوطنيه، تعامل معهم بروح الوطنيه.